وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. نعم، الأخبار الاقتصادية مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة وتوفر كذلك الدعم الكامل له. وخلال اجتماعه مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وأكد متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي. كما شدد مدبولي في هذا الإطار على ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري. وخلال لقائه برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، أوضح مدبولي في هذا الإطار أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء، وخسر فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما قيمته 5,400,000,000 جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 679.8 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9998 نقطة متراجعا بنسبة 62%، ليغلق عند مستوى 9936 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2100.200 نقطة منخفضا بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 2165 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3153 نقطة متراجعا هو الآخر بما نسبته 34%، ليغلق عند مستوى 3107 نقاط. في أسواق العملات، تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.17 جنيها للشراء و 19.27 جنيها للبيع، وسجل اليورو 19.17 جنيها أيضا للشراء و 19.29 جنيها للبيع. أما بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني، فقد وصلت قيمته إلى 22.17 جنيها للشراء و 22.31 جنيها للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.22 جنيها للشراء و 5.25 جنيها للبيع. وأخيرا الريال السعودي، والذي وصلت قيمته إلى 5.10 جنيها إلى الشراء و 5.13 جنيها للبيع. استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر بتراجع شديد، لتنخفض بذلك لأدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وذلك بسبب زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والزيادات الحادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية. هذا وقد تراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.8%، مع انخفاض أسهم جميع القطاعات، ليغلق المؤشر على انخفاض لليوم الخامس على التوالي. هذا وقد انخفضت أسهم
قطاع التعدين والمنكشف على الصين ب3.8% لتقود الخسائر الأوروبية مع تراجع أسعار المعادن، بينما تعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط كبيرة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.